مرحبا بكم في لاشين ديالي دو دي كوك اون بغي نذكر الناس اللي اول مره كيشوفوا لي فيديو ديالي يتابوناو في لاشين، والناس اللي ديجا ابوني يفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد في لا فيديو ديالهم. وكيف ما كتشوفوا غادي نبارطاجي معكم واحد لا روسيت اللي كتجي لذيذه وسهله كتحضر في دقائق معدوده، وبيان سور لو ريزولتا كيكون لذيذ وسهل اللي تقدروا تحضروها حتى لاخر لحظه قبل ما تحطوا الفطور ديالكم، ما كتاخذش منكم مجهود بزاف وبيان سور ناجحه 100%. نخليكم مع المقادير ديالها. غادي نحتاجوا البان دومي كيف ما كتشوفوا اللي ديجا كيتباع في الاسواق. هنا غادي نجيبوا البان دومي ناتور، غادي نحتاجوا لومبورت بياس ولا الكاس ولا جبانية، اي حاجة عندكم دايرة، عندكم دلاك، غادي نحطوهم دو كوتي، كنديرو وحدة على وحدة وكنبداو كيف ما كتشوفو كنوركو عليهم بالدلاك، كنجيبو القطع ديالنا كنقطعو مزيان وكنحيدو داك الزوائد اللي كيبقاو من هادوك الزوائد، نقدرو نديرو بهم لا شابلوغ من بعد، يعني ما ماشي ضروري اننا نلوحوهم، يقدرو نستعملوهم في حاجة اخرى. غادي نجيبو جوج كيف ما كتشوفو، كنحطو وحده على وحده وكندوزو عليهم بالدلاك مزيان حتى كيبانو لينا بحال لصقو، كنقطعوهم بالقطع وكنوركو عليهم من الجوانب باش كيلصقو. غادي نعاود معاكم نفس الطريقه كيف ما كتشوفو، جوج ديال القطع على بعضهم كنوركو بالدلاك وكنقطعو، من بعد كنجمعو الجوانب بهذه الطريقه، كنكملو على نفس الحاجه حتى كنساليو. وغادي نجيبو الخلطه ديالنا اللي غادي ندوزو فيها هاد الخبيزات ديالنا. عندي هنا الدقيق، البيض اللي غنزيد عليه شويه البزار وشويه ديال الحليب، وعندي لا شابلور. من الاحسن انكم تستعملوا هاد لا شابلور شينواز لانها كتجي مقرمشه بزاف، ولا ما توفرتش عندكم تقدروا تستعملوا لا شابلور العاديه، هذه كتباع عند العطاره الكبار ولا اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، ولا اللي عندهم داكشي ديال اللي كيصايبوا به لي سوشي وداكشي كيكون عندهم هاد لا شابلور. كيف ما كتشوفوا كندوزهم في الدقيق، من بعد في البيض، واخيرا في لا شابلور. كنعاودوا نفس الطريقه في الدقيق والبيض، واخيرا لا شابلور. كنبقاو غاديين وحده بوحده وكنحطوهم في الصحن على جنب. غادي نخلي لكم صوره ديال هذيك لا مارك ديال لا شابلور باش الا احتاجيتوها تبقى عندكم الصوره ديالها، والثمن ديالها ما كيكونش غالي ومتوفره جميع عند جميع العطاره الكبار. هنا كيف ما كتشوفوا شديت صدر ديال الدجاج، درت معاه غير زيت العود الملحه والبزار، ودرت معاهم لا بودغ ديال الثومه مع لا بودغ ديال البصله، وغادي نشحرهم مزيان، كنديهم نجيبهم مزيان في المقله ديالي حتى كيتحمروا ليا. على هذه الطريقه كنحاولوا اننا نقطعوهم قطع صغيره جدا كومسا باش يلاه كيجيو قد هذوك الخبيزات ديالنا من بعد فاش غنبغيو نعمروهم. بعد ما غيطيب ليا الدجاج ديالي غادي نحيدو. هنا سخنت الزيت حتى كيسخن مزيان، وغادي نجيب نبدا نقلي فيه دوك الخبيزات ديالي. خاصكم تردوا البال باش ما يتحرقوش ليكم، كنبداو نقليوهم بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. اون فوا كنبداو نحطوهم فهما كيبداو يتنفخوا من الداخل لانهم كيجيو محلولين من الداخل، وبالزربه كنبداو نقلبوهم باش ما يتحرقوش لينا، وعلى النار ما تكونش عاليه بزاف باش ما يتلهبش لينا ديك لا شابلور ديالنا. كنبقاو ندوروهم بهاد الطريقه حتى كتحمر لينا لا شابلور من الجويه بجوج. وكيف ما كتشوفوا فانا ما كنغفلش عليهم وكنبقى بالتحريك المستمر.
هنا من بعد ما كيبداو يتقلاو ليا صافي، فانا كيف ما كتشوفوا حيتهم كيف ما قلت لكم فهما كيتنفخوا من الداخل، كيف ما كتشوفوا هادو راه تنفخوا باش كيتحمروا من الجوانب وحتى من الوسط ديالهم. وان فوا كيتقلاو كنديروهم فوق من المشواغ باش كيشرب داك الزيت اللي فيهم، فهما ما كيجيوش بتاتا مزيتين، ما تخافوش زعما انهم يجيو مزيتين. داك البابي مشواغ كيشرب كاع الزيت اللي فيهم قبل ما تعمروهم. هنا من بعد ما حيدتهم تقدروا تستعملوا كل خبيزه بوحدها، انا كنفضل انني نقسمهم على جوج، كنقسمهم بالقطاعه ديال البيتزا كيجيني اسهل من الموس. ومن بعد ما كنقطعهم كيف ما قلت لكم فمن الداخل ديالهم كيكونوا محلولين، كندهنهم بشويه ديال الجبن، ومن بعد كندير معاهم الخس، شويه ديال المطيشه، وداك صدر ديال الدجاج ديالنا اللي شحرنا قبل. بهذه الطريقه كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا الخبيزه كامله، تحلوها غير شويه من الفوق وتعمروها، كم انكم تقدروا تقسموها على جوج بهذه الطريقه. ليسونسييل سي كو كيجيو ساهلين، وكنأكد لكم ان المذاق ديالهم لذيذ بزاف. كيف ما شفتوا القطعه ديال البيتزا فهي كتعاوننا اننا نقطعوهم احسن من الموس. وكنستمروا بنفس الطريقه، حاولوا انكم ما تدكوش بزاف داكشي، لا فارس تكون غير شويه باش ما كيتقطعوش لينا الخبيزات ديالنا. هنا من بعد ما ساليت كيف ما شفتوا حطيتهم في صحن ديال التقديم، كيجي المنظر ديالهم غزال، وكيف ما قلت لكم المذاق كيجي هائل، كيعجبوا الوليدات الصغار وحتى الكبار، وكنقدروا اننا نوجدوهم في وقت اللي هو قياسي. بزربه كيتحضروا ما كياخذوش منا الوقت بزاف وحتى المجهود، وكيكونوا ناجحين وشي حاجه اللي لذيذه وسهله. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما قلت لكم هاي صوره ديال لا شابلو غادي نخليها لكم في الاخير، فهو متوفر حتى في الاسواق التجاريه الكبرى. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم والاقرباء باش تعم الفائده. شكرا على المتابعه.